تركيز أحضني. أنا اليوم قاعد مكاتب غربية على طريق السلامة في تنسيق مع الطريق وحماية. اليوم أنا في ولاية وهران وبالتنسيق مع الحماية المدنية الأرك الوطني ست ولايات حاضرة اليوم، ولاية لمسان، ولاية العاصمة، ولاية بلعباس، ولاية معسكر، ولاية العاصمة. اليوم أنا في حملة تحسيسية فيما يخص السلامة المرورية، وخاصة تحت شعار أبي نحن في انتظارك. هذا الشعار باسم المكتب الوطني، ألفنا هذا الشعار باش يكون عامة وعلى 58 ولاية. هذا الشعار هذا فيه مطوية وتدل فيه إشارة على البنت اللي تقول أبي نحن في انتظارك، وهي مطوية منسقة باش نسقوها على مستوى الحافلة الشاهنات وسائل سيارة الحجرة، ورأي الحمد لله فيها استجابة كبيرة من عند المواطنين. أمر المدير العام للحماية المدنية دولة وهران، شوفوا العملية التحسيسية للسيارات الأجرة والحافلات المخصصة لنقل المسافرين، التنسيق مع المدير العام للوقاية من حوادث المرور وفرقة الدرك الوطني. الحمد لله قمنا بهذه العملية وكملت بنجاح، وعينا بعض المواطنين بعض سواق الحافلات على أوامر اللي نتجنبها في أثر السياقة أو في الطرقات، والحمد لله رانا خلصت العملية بنجاح.